ماضون بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق. هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مؤخراً بعد تأكيده على اكتساب القوات الأمنية العراقية القدرة في الحفاظ على الأمن وامتلاكها الخبرة الكافية في المواجهات العسكرية التي خاضتها ضد الجماعات الإرهابية. في ظل وجود قوات عراقية متمكنة، فإن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء هذا الوجود، وجود التحالف، قوات التحالف الدولي والتي تضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري. تصريحات السوداني تأتي عقب استهدافات متكررة للفصائل المسلحة على القواعد العراقية التي تضم مستشاري التحالف الدولي والرد باستهداف مقرات لتلك الفصائل. ورغم جدية الحكومة في المضي بإنهاء الوجود للتحالف الدولي في العراق وفق أمنيين، إلا أنهم يرون عدم انتفاء حاجة القوات العراقية للتدريب والمعلومات الاستخباراتية والغطاء الجوي الذي يوفره التحالف لها في ملاحقة الجماعة الإرهابية، لا سيما في المناطق الوعرة. الموضوع يعني يتطلب أولاً وقت، ثانياً يتطلب الكثير من الأمور اللوجستية خاصة فيما يخص الاستشارة والتدريب والدعم. لديه تجربة وخبرة متراكمة استطاعت أن تنجح بمضمار مواجهة الإرهاب بشكل كبير. نعم نحتاج إلى بعض، وقد تكون قواعد تقديم المعلومات ومشاركتها وتقاطعها لوجود تقانة متقدمة وتطور كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ بخلية استخباراتية قد تكون على الأرض وينتهي بالأقمار الصناعية التي نحتاج إلى عملية تطويرها بشكل كبير. سياسياً، ورغم تكرار القوى الكردية وجود الحاجة لبقاء قوات التحالف مع صمت القوى السنية، تقول قوى الإطار التنسيقي بأنها متفقة على تأييد خطوات الحكومة في اتخاذ القرار على أن يتم بالطرق الدبلوماسية لا بالاستهدافات العسكرية من قبل الفصائل المسلحة لقوات التحالف الموجودة ضمن اتفاقيات موقعة بين الطرفين. هذا لا يتم من خلال الضربات أو الاعتداءات، هذا يتم من خلال الدبلوماسية العالية للحكومة العراقية، ويجب أن تتخذ قراراً أو اتفاقاً جديداً يعيد هذه المعاهدات والاتفاقيات لخروج القوات الأجنبية. وتزداد صورة المشهد الأمني تعقيداً بعد استمرار الاستهدافات المتبادلة بين الفصائل المسلحة وقوات التحالف الدولي، رغم كل وعود الحكومة العراقية بإيقاف تلك الهجمات على القواعد العراقية التي تضم مستشارين، وسط تحذيرات من اتساع دائرة الصراع الإقليمي وامتدادها للداخل العراقي. لا تتفق جميع القوى السياسية العراقية على قرار إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق، رغم جدية الحكومة في نية تطبيقه عبر الطرق الدبلوماسية لا عبر اتساع دائرة الاستهدافات التي يحذر مراقبون من تأثيراتها الاقتصادية والأمنية على مستقبل العراق. لبرنامج بالعراقي، أسعد الزلزلي، بغداد.